عندي 8 اسئله تختار منهم 6، لو حل الثمانيه هنختار له اعلى 6، لان في كلام كده في ناس بتروج كلام مش مظبوط. لو مطلوب من الطالب 6 اسئله وهو حل 8 اعلى 6 يتحسبوا. لكن انا عايز اقول ان الاختياري لا يحل محل الاجباري. يعني لو انا مثلا بحل اسئله وجيت حليت كل الاختياري وفي سؤال اجباري ما حلتوش، لا يجوز في هذه الحاله. فده الحقيقه اللي انا ايه عايز اكد عليه. موضوع بقى العينه العشوائيه للغه الفرنسيه واللغه الالمانيه. اجمالي عدد اوراق العينه في اللغه الفرنسيه 21,039، عدد الناجحين 20,643، نسبة النجاح السنة دي في العينة العشوائية 98.1، مرة تانية بقول 98.1، طبعا بزيادة عن السنة اللي فاتت كانت 96.6. عدد الطلاب، خلي بالكم اللي انا بقوله، الذين حصلوا على الدرجة النهائية 3024 طالب وطالب، وذلك بنسبة 14%. أنا عايز أقول إمتى بغير في نموذج الإجابة؟ في اللغة العربية لما مقدري لما وضع الامتحان قعدوا مع مقدري الدرجات على مستوى الجمهورية السوسيالي واقترحوا عليهم بدائل الإجابة، وجاء مدير عام المادة كتب مذكرة وافقنا له. ده حصل في اللغة الفرنسية لكن الناس ما قالتش أي حاجة. مقدر الدرجات على مستوى الجمهورية لم يقترحوا أي أسئلة، أي بدائل إجابة. فبننتظر العينة العشوائية. إذا كان هناك في العينة العشوائية أثبتت أن هناك سؤال عنده في مشكلة فيه في الصياغة أو بنقدر نشتغل لصالح ولادنا. أما بقى لما بص بقى 3000 طالب جابوا 3024 طالب جابوا الدرجة النهائية، لا أنا ولا غير نجرؤ نيجي ناحية النموذج الإجابة. خلاص انتهى الكلام. انا بس ايه بتكلم على الناس لازم تبقى عارفه ايه منهجيه هذا الكلام. على استاذ خالد يعني العينه اللي احنا بنقولها دي سدس عدد الطلبه، سدس الطلبه العينه جايبه الدرجه النهائيه. ده كلام يعني مهم جدا. عندنا بقى 8437 جابوا من 90، ده اقل من 100. 4100 جابوا من 80 ل 90. وبعدين عندنا 2477 جابوا من 70 ل 80. يعني من 80 فما فوق نسبة من 70 لما فوق أكثر من 50%، درجة كبيرة جدا. فده بالنسبة للغة الفرنسية. اللغة الألمانية كان بعض الناس بيقول بيشتكوا من صعوبتها و نفس الكلام. برضه في المؤتمرات ما حدش عبر عن أي حاجة خالص. وبعدين تعالوا بقى نشوف نتائج العينة العشوائية. إجمالي عدد الأوراق 4588. عدد الناجحين 4461، نسبة النجاح تقريبا مش قريبة قوي للفرنساوي 97.2، أزيد برضه من العام الماضي بس حاجة بسيطة، العام الماضي كان 96.6. عدد الطلاب الذين حصلوا على الدرجة النهائية 1052. أنا ببص بس على بالنسبة للولاد اللي هم جابوا الدرجة النهائية هنا في الفرنساوي كانت 14%. اللي جابوا الدرجة النهائية. اللي هنا جابوا الدرجة النهائية عندي أهي بنسبة 23%. يعني نسبة اللي حصلوا على الدرجة النهائية في الألماني أعلى من مين؟ من اللي جابوا الدرجة النهائية أو اللي حصلوا على الدرجة النهائية في الفرنسية. حصل عندي 1356 طالب وطالبة على شريحة من 90 ل 100. حصل 709 طالب على شريحة من 80 ل 90. يعني بنسبة 15%. حصل 575 على شريحة من 70 ل 80، يعني بنسبة 12.8. ده بالنسبة للعينة الايه؟ العشوائية. تعالوا بينا بقى نتكلم أكتر على موضوع لجنة ضبط جودة تقدير الدرجات. إحنا قلنا إمتى نضبط غش جماعي. أنت اعمل اللي أنت عايزه بس إحنا هنا آلياتنا. اشتغل زي ما انت عايز بس احنا هنا الياتنا. رئيس اللجنه بيبلغ فالملف في الورق بيتصحح في لجنه خاصه. طيب رئيس اللجنه ما تجاوبش او ما خدش باله او ما بلغش، فعندنا في التقدير فضل.
عندنا في التقدير اللي هم بيقدروا يقولوا ان ايه في ايراد مطابقه ولا لا. قد هم كمان مشغولين بالتقدير وعايز يخلص فما يقارنش. فاحنا عندنا بقى شكلنا لجنه اسمها لجنه ضبط جوده التقدير. اللجنه دي من خبراء المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي. وظيفتها هتبقى اكثر استخدام انها هتوديها الكنترولات اللي فيها الاوراق اللجان اللي فيها قلق. انا بقول اهو بمنتهى الصراحه. وهم هيبقوا معنيين بمقارنه الاجابات وضبط وكتابه تقارير في حاله تطابق الاجابات. وفي حاله تطابق الاجابات يبقى مش جماعه. لكل لجنه فرعيه. في الحاله ديت يلغى الامتحان وحرمان عام.